إخواني متتبعي قناة مراد بتيل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرصة سعيدة كنتلاقاو فيها، والله يديم الأفراح والله يديم المسرات، وقلوبنا دائما مع شهداء زلزال تركيا وسوريا. ولكن هنا بغيت نفتح واحد القوس باش نقول الناس ديال الهلال السعودي مبروك، وألف ألف 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 مبروك. وما تنساوش ما تنساوش باللي ان هذا الانجاز هذا كان في مدينه اسمها طنجه، وفي بلد اسمه المغرب، وبتشجيع من اناس اسمهم المغاربه. فاذا مبروك عليكم هذا الانتصار. صحيح انه الانتصار كان عن جداره واستحقاق، صحيح ايضا انكم كنتوا في المستوى رغم بعض الهفوات امام المرمى، ولكن يبقى ان النتيجه النهائيه هي نتيجة إيجابية. 3 إصابات لـ2 فهي نتيجة مشرفة، مشرفة للعرب، مشرفة أيضا للهلال السعودي، خصوصا وأنه يعني ارتاح في واحد البلد اللي سميته المغرب، وارتاح في واحد المدينة اللي سميتها طنجة، وارتاح مع واحد الجمهور اللي سميته الجمهور الطنجاوي الراقي. هذا الجمهور هذا اللي خصو واحد التحية خاصة، لأنه صراحة يبرهن على واحد الوعي، واحد الرقي، وكيعطي درس الجماهير كلها في العالم كامل، يعني كيف يجب التصرف اللي يكون عندك واحد الملتقى دولي كيف ما كان نوعه. خصوصا انه بغيت غير واحد الدعوه بسيطه واللي عجبتني بزاف واللي نبغيها انها تكرر، وهو بما ان يعني الفرق كلهم ضيوف عندنا، فيا ريت لو كان تقسموا على جوج جهات، جهه تشجع الفريق ا وجهه تشجع الفريق بي، باش يحسوا هاد الناس تاهما بلي ما كايناش عنصريه، بلي ما كاينش يعني ديك الحساسيه تجاه الاجنبي، وبلي ان المغرب هي بلد ديال الضيافه، وبلد يعني ديال الترحاب، وبلد اللي ما فيهاش العنصريه، وفيها تعايش الاديان، فيها تعايش الشعوب، فيها تعايش الاعراق، وبلي انها بلد مفتوحه على مصراعيها لكل من جاءها، ويعني جاءها بالسلم، وجاءها بالحب، وجاءها ايضا بحب الاستكشاف. إذا مرة أخرى نهني الهلال السعودي بالفوز دياله، ونتمنى الفوز اليوم إن شاء الله يوم الأربعاء، نتمنى الفوز للأهلي المصري، وما ذلك على الأهلي بعسير، خصوصا وأنه فريق القرن، خصوصا وأنهم رجالة، خصوصا وأنهم القلب ديالهم كبير، كيحبوا الخير للناس. وأخيرا شت مدينة العالمين، وشت أيضا المدينة الأولمبية، وشت أيضا الأوبيليكس، وكيبين على أنهم خدوا منا العبرة واستفدوا منا، واستفدوا من جلالة الملك، واللي كان يعني الأفكار العبقرية ديالو. تبارك الله على السيسي، والله يوفقك، ومازال المصريين إن شاء الله غادي يشوفوا الخير من هنا لقدام. وتبارك الله على الجميع، وشكرا للعرب، وشكرا أيضا لضيوفنا كلهم، سواء البرازيليين، سواء الإسبان، سواء أيضا اللي جايين من أستراليا. دونك مرحبا بالجميع، ونشكر الجميع، وخصوصا الجمهور الطنجاوي الراقي، والشعب الطنجاوي الراقي، والساكنة الطنجاوية الراقية، وطنجة العالية. وشكرا، إلى حلقة مقبلة.